سلام حبيبي حبيباتي، جيسبر كو زالي بيان، ولادي بناتي تو سا. فوالا بوا نطلعو نهضرو شوية. راح نقول امتي ميساج، ميساج بوغ رابحي، رابحي فريد رابحي. نقولك واحد الحاجة فريد رابحي، ابخي ابخي نتهلا فيك، ابخي نتهلا فيك. شوف فريد رابحي، لا ديفيرونس اونتخ توا و موا، انا نقدر نعلق الدرابو تاعي ونفتخر به قدام الناس كلهم. اما انت ما عندكش شخصيه يا عزريلك، ما تقدرش تعلق الدرابو، تقدرش. شوف الفرق بيناتنا، وشي هو ما علينا، مش باسكو ابخي نجيبك الدوسي تاعك انت صحيح ابخي، مش درك باسكو فوف لي كومونتير تاعك نتايا، نجيب لك ابخي ابخي ابخي. شوفوا تيريان، اسمعوني مليح، مازالتو برك شاكين في الدولة هي اللي اللي حركت هادوم الجبال الكل، مازالتو شاكين في الشي هذا. انا جايبت لكم حاجة باللي ماهيش الدولة، يرحم باباك ما بقيتوش تسمعوا زيدوت، وما بقيتوش تسمعوا الامير دي زاد، امير الثقبة دي زاد ما بقيتوش تسمعوا له، باسكو حب يخرب البلاد ويخدم معه حايد. دوك تسمعوا الفيديو هذا وتفهموا. صفحاتكم على الفيسبوك، لان الموضوع مصيري وجودي بيتعلق بكل بني المعمورة. يا جماعة الخير ارجوكم واكد عليكم مشاركة قدر المستطاع، لاني لازم نتحد كلنا، وحتى اصحاب القنوات بطلب منهم كلهم نتحد لنكشف المؤامرة الاكبر على الارض. لكن الحمد لله هنالك مراكز ابحاث ودول هتقف معانا. طبعا نبتدئ دلوقتي بالموضوع، معانا ادله اثباتات حقيقيه حوالي اللي بيجرى من الموضوع، ان 80% من الحرائق مفتعله، وبيحاولوا يقنعوا من الناس بقصه الاحتباس الحراري، انه ورا كل الاحداث اللي بتجري على الارض وحرق هذه المساحات الواسعه من ماكلنا يا جماعه، مخزون الاكل، يعني عيالنا بكره مش هيشوفوا طعام، مش هيشوفوا اكل في اي حته، هيستعبدونا في لقمه العيش. انتبهوا يا جماعه، شاركوا قدر المستطاع. أحبابي دلوقتي بنشكر جزيل الشكر المركز العربي للمناخ متمثل بإدارته، اللي أعلن رسميا في التقرير اللي هيظهر أمامكم أن كل اللي بيجرى كذبة كبيرة، هناك أيادي خبيثة لعينة بتحرق الأخضر واليابس في كل حتة من الأرض بتفعيل أمر منظم وبقبض ملايين الدولارات لإحراق الغطاء الأخضر للترويج. انتبهوا، هنالك سبب. ويكيليكس سرب وثيقة منذ سنتين أن الرئيس الأمريكاني السابق ادى الأمر بافتعال حرائق الأمازون لاعتماد أول بوابة في مواجهة الصين لبدء أمريكا في الاستحواذ على بيع الطاقة الخضراء والألواح السولار وغيرها من الإنتاج الذي لا يعتمد على الوقود الأحفوري كأول حركة لتطويق الصين. انتبهوا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وجود منظمة بتسعى إلى دمار الأرض وتهيئة ظهور الدجال. المسألة مش هزار يا جماعة، انتبهوا جيدا إلى تقرير اللي أفرده المركز العربي في المناخ، وبيأكد أن المناطق التي اشتعلت بها الحرائق، انتبهوا جدا، المناطق التي اشتعلت بها الحرائق من غابات هي مناطق ذات رطوبة عالية وأشجار ذات رطوبة عالية، وأيضا موجات الحر التي ضربت المنطقة تحوي رطوبة تفوق 90%، يعني يوجد ماء في الهواء، مما يخلق ظروف لا تسمح في الأساس باشتعال الحرائق لأنها مناطق غير يابسة. فمن أين أتوا هؤلاء الحمقى بفكرة الاحتباس؟ لاحظوا هنا الخبث والمكر. طبعا وثيقة ويكيليكس، التقرير بتاع المركز العربي للمناخ موجود في صندوق الوصف. نمرة 2، ولا فهمت ولا لا؟ ما نزيدش نقول كثر باسكو انا با دغوا نقول كل شيء ناي سور انترنت، وبيان سور فهمت. ونقول لكم واحد الحاجه، المغاربه خاوتنا، فهمتوا؟ حتى هما تنك دوك، حتى هما تنك حتش على عندهم تنك، على حساب واش يقولوا. يعني سي با الدوله تاعنا، سي با الحكومه تاعنا اللي شعلت، ني خاوتنا المغاربه، فهمتوا؟ فهمتوا نجي جابت لكم الضربه باسكو ما نقدرش نقول كل شيء هنايا. نورمالمون راك فهمتوا، نورمالمون انا ما نقدرش نهضر بليس تو سا. ف
كان بالكم كومون سا مارش. جيسبر تفيقوا ما بقيتش تسمعوا الام تي زاد وما بقيتش تسمعوا الزيتون باسكو راح يخليها علينا. روحوا ديروا روحوا ديروا روحوا ديروا واش راح نديروا؟ نظام فاز فاز واش راح نديروا معناها واش راح نديروا؟ يا ربي يكون نظام ما فاز كيما تاع بكري ولا تتحرق دركا خلات خلات زاير. ومش هذا بقى جايه تنك حوايج اخرين وربي يستر. وجيسبر الناس هذوما يكونوا يعني بو على حسب واش قالوا ديك المره بالزيره تو سا قال قال دون كيلكو طون يتحرق تحرق دزاير وكاينين بلدان اخرين من منها من, من, من المغرب ايتو سا كاينين بلدان اخرين كشتو تركيا كشتو شوفوا دزاير كامله تحرقت ما كانش فيلا ما كانش ان فيل ما تحرقتش في دزاير اي دزاير كامله قاعده نشوف في سوكا راس سكيكدا بارتو بيتنا بارتو بارتو دزاير كامله راهي قاعده تتحرق يطفيو من هنا تشعل من هنا يطفيو من هنا تشعل من هنا وشكون هادو ما يديرو في الشيء هذا ايادي خارجيه كي قلت لكم ايادي خارجيه شكون هما زيتوت واميداز وهذاك شكون وهذوك الشيء كل هذوك ويعيطوا في التليفون يبعثوا الدراري صغار و سا دي جون كي زون بيزون دارجان بوم ياتاكي ويشعلوا السلام عليكم انتما كي تحكموا واحد اثنين تقتلوه نعمه بزور حكموا تحبي اضربوا لك تحبي تضربوا في السوق الكمين بصح عيطوا لابوليس مش كيما قبيلات قتل واحد فيكتيم خاطئ خلاص ما سي فري انا كي نشوف واحد يعني ما عندوش ماتريكول و... وعندو هذاك الواحد هذاك لامين ما نعرفش لقاو في في, في لاما تاعو توسا انا نشك واحد ما عندوش ماتريكول سي فري انا نشك فيه توسا انا ساكنه انا في فرنسا كل واحد يحكمونا في فرنسا واحد بلا ماتريكول نشك فيه سوتا في نورمال ميم يحسن عاون تانك مي عيطوا لابوليس باسكو كنت تحكموا واحد كيما قبيلات حكموه حرقوه توسا دونك واش راح تستفادوا ما تستفادوا منهم باسكو ابخي ما تعرفوش شكون دايغ هادي كل باسكو كاينين وحايد هما اللي يحقوا في الشيء هذايا ني الحكومه تاعنا ني المغرب ديوها من الاخر فوالا السلام عليكم.